السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم حصه تاعنا وهي هذه الصوره تشوفيها، هذه الصوره يعني فيها بزاف صوالح. كنا نقول لكم جوج ضد قرار الدوله، نتوما كنتو جايين ضد قرار الدولة. وانا درت رسالة للسيد جمال بالماضي، ما تكونش انت من الناس اللي يكونوا ضد الاصلاح الرياضي، خاطر الدولة الجزائرية سوف تنطلق في اصلاح رياضي. هذه هي، ما يستعملوكش العصابة، ما تخليهاش تستعملك. انا نقول لك انا مواطن بسيط، انا مكان والو على بالكم، انا التالي في الجزائر، انا التالي في الجزائر. بصح كنت ننصح فيكم يا ودي نعلو الشيطان، كيما هذوك وكالين العظام تاع الجاج، كنا نقولوا لهم نعلو الشيطان. اليوم راه يتبان باللي ورقه بيضاء في اصلاح شامل للكره الجزائريه، يعني سي شيفر ست نوامر منو للرئيس، من دون الرئيس سي شيف، ست نوامر. ما كان لا انت يا المقعوره تاع الباسينه الجحشه، واللي تحسب انت كي يسموك هذاك المخنث، ولا بلا عندك قرار، ولا الناس تسمعك. على قلت لكم كلامكم كلام تاعكم وريح المعيز غير كيف كيف، على اللي كنا نقول لكم انو الشيطان، خاطر الدولة قررت، الدولة تسمع لأبنائها. علي كنا نقولوا بلي يا عمي تبون لازم إصلاح رياضي وقلب الأرض من أرطالها. جا وقتها، راه جا وقتها. مانيش نقول لكم أنايا تبون اسمع لي ولا لا، بصح كنا نعطوا بالك طاح عنده الخرف، بالك واحد جزائري يعني جزائري وطني بمعنى الكلمة طاح عنده خرف تاع إصلاح رياضي. بالك طاحت عنده ما تجيبش تعرف. هذه الورقه البيضاء في اصلاح شامل للكره الجزائريه بعد استقبال السيد وليد صادي بعد انتخابه لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم من طرف رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون. ويبدو من خلال ذلك وكان السلطه العليا في البلاد قد بعثت برساله قويه مفادها انها تسعى ودون هواده الى محاربه الفساد المتفشي في قطاع كرة القدم واستئصالها وإصلاح المنظومة الكروية والرقبها من خلال إعطاء ورقة بيضاء للسيد الرئيس الفاف وليد صادي رجل الدولة القادم يعني القادم أفضل. هذه يا خويا، هذه الصورة سوف ربما أسكت قليلا، يعني الأعزاء جماعة جماعة تاع العصابة سيدي موسى ومن معه. هذه هي، كنا نقول لكم السكتوا، لكن لا حياة لمن تنادي. كانت بينتكم، انا كي نقول لكم باللي لقد تم اسقاط هذه هي، تم اسقاط عصابة اللي راهي في قطر التي كانت يعني تحارب الإصلاح الرياضي وتحارب الجزائريين على رأسهم السيد الحاج محمد راوراو، ونقولوا له شكرا، شكرا السيد الحاج محمد راوراو. هذيك زوجة قاسامة، هذي شتي الصورة بالله يفهمكم، كما واحد قال لهم لا عيط له باش يقول له خرب في كاع الناس بالماضي ما تخربش فيه، تما يعيط له غير باش يقول له روحوا كذبوا على واحد اخر، روحوا كذبوا على واحد اخر اخوتي، روحوا كذبوا حاجه واحده اخرى ولا سبحان الله ولا هذه هي. هذا هو يعني اليوم وين يجب ان تفهموا الرساله. على اي في يومين الايام قلت لكم جماعه
يعني زرع. قلت لكم هادو الجماعه، هاد الناس هادو اللي يحضروا في القنوات الرياضيه الجزائريه مقدمين الحصص، قلت لكم زروك راهو التليفون كل شيء كاع يصبحوا وراء وراء يعني. والسكوت والسكوت سوف تشاهدون يعني ما تشوفوش في قنوات كما كانت. خاطر عليه الحاج محمد راوراوا دا خبره واش كيفاش كانوا يحاربوا فيه يعني الاعلام. ما نزيدوش نشوفوا السيد كمال مهوي الى لقاتي هذو الناس اللي قناه النهار. شو كي غادي تنقلب فاني قناه النهار فانيك يعني يتكلموا. هذه يا خويا اليوم راه كيما يقول لك يجب السكوت. كاش الهضرة فهمتو ولا ما فهمتوش؟ ما التالي كاع الحاج تبون السيد الحاج تبون قالكم ريح ما تريحو هيا ريحو صايب سيبو. كان شعبوية لا دي لا رد ضروك العمل بدات الخدمة ضروك. وهذه هي بزاف ست سنين بزاف مع التالية جات مو اللي قالت لهم انا مو شايبي تكذب يعني وتتهم في الرجال. اليوم راكي شتي الرسالة بالله يفهمك هكا لا عمي تبون عمك تبون اللي كنتي تعايري فينا الاول يعرفك عمي عمك تبون يعرفك. والرجال تاع الدوله تاع الحقيقيين اللي انتيا ما تلحقيش عليهم يعرفوكم كاع كيما درتو نتوما انتيا وذوك الاطفال انتيا وذوك الاطفال تاع مخنث تاع مسيلمه الكذاب كيما قال لهم البارح قال لهم على بالكم والي تصادي سحب يعني ملف تاع الترشح باش يكون عند باش يولي عضو في الاتحاد الافريقي. روح دبر سبانيولي دو روح دبر مفتاح دو روح خويا روح. الدوله الجزائريه رفضت الاهانه ديك الصوره تاع زويزف دبيشي واعراب هذيك الصوره رفضتها الدوله الجزائريه والله لا رفضتها. ما نزيدوش نشوفوا ديك الصور تاع الهزيمة دولة الجزائرية. وليد صادي ما يقبلش هذيك الصورة يوروه في ديك الصورة وليد صادي. حاج محمد راهو ما يقبلش الوزير هذا ما يقبلش ديك الصورة متالي كاع ما يقبلوش هذيك الصورة. ديك الصورة ما نقبلوهاش حنايا. هذيك الصورة أنا مي شفت زويزو وشفت غاضتني القلب يبكي من الداخل. اليوم ما نزيدوش نشوفو ذوك الصور ننسحبوا بشرف ما نديروش ديك التبهديله هذه متالي كاع خويا. ننسحبوا بشرف وما نديروش ديك السليمه هذيك. هذه هي تحيه للحاج محمد راوراو رئيس الجمهوريه يستقبل رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الشاب الخالوق وليد صادي والقادم افضل ان شاء الله. ايوا وكالين العنب باي باي يا وكالين العنب قاو على خير يا اصحاب العنب يا تبلكم سهله يا تنور لكم تشوف. هذه هي قاش الهضره الزايده والكذب والبهتان ما بقاوش خويا بقات خدمه ناس باغي تخدم خاطر يسمعوا لهذه تاع دير فلان عمي تبون مكاش عمك تبون يعرفك باللي انت مضروبه بشفره مقسومة بين زوج لي يجي ياكل اللحم رجال قلعت ولي تاع حزبي صابري عمك تبوه فماك صحاب رجال تاع دولة فماك ولدي قالوا لولادي ولدي نار إلى الأمام ما تشوفش موراك كلش كاين ادمر برك
هذه هي 1000 مليار وين راحت. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا رب.